واخيرا وصلنا النصف النهائي للمباراه المنتظره بين الاتحاد والاهلي. طبعا خليناهم جنب بعض عشان نخفف التعصب شويه. هنا الاتحاد ياخذوا الصوره الجماعيه ما قبل المباراه، والاتحاد رجعوا مره اخرى ووقعوا مع مدير الشغب كعبول. هنا مدرب الاهلي الكبير صالح جالس يعطيهم التعليمات ما قبل المباراه. حكم اليوم هو عزو، وانطلقت المباراه المنتظره. هنا جت الكره مع فهد ووقف عليها، وبعد جاب يعدي وعبد الله كسره وفاول للاتحاد. فهد يسدد الفاول بوم والاول للاتحاد. هنا جت الكره مع فهد وبعدها مشي فيها وبوم، ولكن ابو فله يصدها. طبعا انتم المتابعين اللي سميتوه ابو فله. فاول للاهلي، اسمعوا الصوت. هنا كرة في الجو ليازن وينزلها لفهد، وفهد بوم، والهدف الثاني للاتحاد. هنا عبد الله يسحب عند مرمى لكن ما ضبطت معاه، ويزن يقطعها ويسجل الثالث للاتحاد. مدرب الاهلي صالح فقد اعصابه وما كان متوقع هذا السيناريو، لانه اكثر شخص كان متوعد الاتحاد قبل المباراه. واسمعوا كلامه. الاتحاد تعبانين، ربي تعبانين، اقسم بالله عليه احنا احسن. هنا جت الكره مع يزن، وبعدها سحب عبد الله سحبه قويه، وبعدها رجعت له الكره مره ثانيه، سحب عبد الله مره ثانيه، وعبد الله زعل ودخل راسه في الحديده. طبعا يزن جدا اتالم، وبعدها على طول جينا نطمن عليه وحطيت عليه مويه بارده ورجع طبيعي. عزو اعطى عبد الله كرت اصفر وقالوا لو تكررت حتنطرد. من الكره للصنعاني ويسجل الاول للاهلي، وانتهى الشوط الاول بنتيجه 3-1. من المدرب صالح محتار ولكن قال اثق بالريمونتادا. وبدايه الشوط الثاني كره على الطاير ليزن وبوم، ولكن حارس الاهلي يصدها. من الظهر يرفع الكره ليزن، ويزن كنترول ولا اروع، وبعدها يسحب بالاول والثاني وبوم، وحارس الاهلي برضه يصدها. من نادي الاتحاد اشرك اللاعب علاء القاضي. من كره الفهد وبوم، والهدف الرابع للاتحاد. من فهد سدد الكره بقوه، ولكن عبد الملك هدف عكسي بشكل غريب. شوفوا ضحكة فهد توضح لكم كل شيء. هنا بصراحة أنا مصدوم جدا، ما كنت أتوقع نصف النهائي بهذه النتيجة. هنا كرة الأسطورة علاء يسددها بوم، وهدف للاتحاد. يا سلام يا علاء، يا سلام، شوفوا الاحتفالية يا مجنون. هنا يوسف حاول يعدي من لاعبين الأهلي ولكن قطعها عبد الملك وبوم، ولكن ضاعت. طبعا كلنا عارفين سبب ضياع نادي الأهلي. هنا عبد الملك يعطي باص للصنعاني، والصنعاني يسجل الثاني للاهلي، وانتهت المباراه. ومدرب الاهلي صالح قطع شعار الاهلي من القميص ورجع يشجع نادي الاتحاد ويحتفل معاهم. بالحاره عندنا خاينين بشكل مو طبيعي. واصدمكم، تخيلوا انه حتى ريان اللي هو لاعب في النادي الاهلي رجع بعد المباراه يحتفل مع نادي الاتحاد. هنا موهبه لاعب النادي الاهلي صاحب 9 سنوات سوى حركه غير اخلاقيه مع شعار نادي الاتحاد، شالوا ورماه في الزباله وانتم بكرامه، واستفز جمهور الاتحاد. وبعدها تم اتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وتم منعه من الدوري الجاي وما حيلعب الا اذا جمهور الاتحاد سامحه في التعليقات. وبكذا عرفنا الطرف الاول في النهائي، وننتظر مباراه الهلال والوحده. وباذن الله تستمتعوا جدا في المقاطع الجايه، ويعطيكم العافيه على المشاهده.